شركة الطاقة الكهربائية اليابانية قالت الأربعاء إن المياه الملوثة بإشعاعات عالية المستوى بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية انخفضت بصورة طفيفة. وقالت إن المياه الملوثة في قناة مربوطة بالمفاعل الثاني انخفضت بسنتيمتر واحد أقل من اليوم السابق. إلى ذلك تستعد شركة أريفا الفرنسية لصناعة المفاعلات النووية إرسال معدات تقنية عالية إلى اليابان. إذا استطعنا البدء بتشغيل النظام مع نهاية أيار ستكون أسرع حالة يتم فيها هذا الإنجاز. وتعتزم تيبكو إزالة 25 ألف طن من المياه الملوثة من المبنى أسفل المفاعل الثاني. وأضافت الشركة أنها تراقب مستوى ضخ المياه لتبريد المفاعلات النووية لعشرة أيام.